ينضم لنا عبر الهاتف من مكة السيد عبد الرزاق سعيد حسنين، وهو عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية. أهلا ومرحبا بك سيد عبد الرزاق. سيد عبد الرزاق، كان هناك إشادة واسعة بالإجراءات الأمنية التي اتخذت خلال موسم الحج الحالي، ما هو الجديد والذي أضيف خلال الاستعدادات هذا العام عن الأعوام السابقة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته، السلام. حقيقة أبارك لكم العيد في عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر إن شاء الله عيد يجمع المسلمين كافة بعد أن أدوا الحجاج نسكهم ووقفوا بعرفات آمنين مطمئنين. أولا حقيقة الدولة جزاها الله خير وأيدها بنصره وتوفيقه تعتبر الحج هاجس، والأمن خاصة تعتبر الهاجس الأساسي لترتيب أمور الحجيج. هناك طبعا ما احنا لا نخفى عليه يخفى علينا أن العالم من حولنا مضطرب اقتصاديا وأمور أخرى تشمله، لذلك وجب علينا أن نأخذ في الاعتبار كل تلك الإجراءات لنحمي الحجيج من كل ما يشوبه من مما يقال في الإعلام المتطرف، لأننا نعتبر أن الحج فريضة لا سياسة فيها ولا تميز ولا تطرف ولا غلو فيها. أولا طيب، طبعا ما يخفى عليكم أن المملكة تعتز بخدمة ضيوف الرحمن، وليس أدل على ذلك أن يشرف خادم الحرمين الشريفين بنسلي على راحة الحجيج وكافة إجراءاتهم أولا بأول. طيب، من ضمن الإجراءات الأمنية التي اتخذت تم تجديد المراقبة على وسائل النقل، هل لديك معلومات حول ذلك؟ طبعا ما في شك، أنا وضحت أن هناك الأمن يعتبر هاجس الأول في كل مناسبة وبالذات هذا العام إن شاء الله، يعني بعد ما سمعنا من إعلام متطرف فلا بد يؤخذ في الاعتبار، مع أننا لا نخاف ولا نهتم بهم كثيرا. هناك تفتيشات على كل مداخل المملكة وعلى منطقة مكة المكرمة والشعائر المقدسة قامت بها الجهات المسؤولة المعنية بجهد مشكور حازم جدا هذا العام، وطبعا سبق ذلك العام الماضي، ولكن هذا العام يعتبر يعني خاص جدا وجهد مضاعف أكثر مما سبق لنحمي حجيجنا ونحمي ضيوف الرحمن كل ما يشي بهم. طيب سيد عبد الرازق، يعني إلى أي درجة ساهم أيضا الوعي المجتمعي وساهمت مؤسسات المجتمع المدني في السعودية في دعم القطاع الحكومي ليمر موسم الحج هذا بسلام وأمن على الجميع؟ ما في شك، الكل يجب أن يكون متعاون في هذه المهمة. هذا ضيف الرحمن قادم إلينا ونحن إن شاء الله نرحب به جميعا. التعاون مستمر تماما بين كل الجهات المعنية في أمور الحج منظومة متكاملة تشترك فيها الجهات الأمنية والعسكرية كافة. من ضمن خطط المملكة لمواجهة المخاطر الأمنية كان رفع الاحتياطات الأمنية، هل أثر ذلك على ضيوف الرحمن أو طالهم أي تأخير أو عرقلة بشكل مباشر جراء هذه الإجراءات؟ أبدا، أنا لمست بعيني كل الإجراءات الأمنية، وكان الحجاج أنفسهم يتقبلونها بكل أريحية. جميل. لأنهم يعرفوا أنها ما وضعت إلا لسلامتهم وأمنهم، ولذلك تسقط هناك المصالح الخاصة. صحيح. لتبقى المصلحة العامة، الكل يقدرها والكل يشكر هذه الجهود، بل يسخر نفسه دائما للجهات الأمنية لتسير القافلة ويكتمل الحج بحول الله وقوته بيسر وسلام إن شاء الله. نعم. وهذا فعلا ما قامت به الدولة. من مكة عبد الرزاق سعيد حسنين، عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، شكرا جزيلا لك.